بين الاتهام بتمرد الفصائل المسلحة العراقية على القرار الإيراني بالذهاب نحو التهدئة وخوض غمار توافق قد يكون سياسي ضد هذا الصراع الجيوسياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء ملف النووي الإيراني، فيما يبدو بأن هناك ردة فعل انتقامية على ضربة الحدود العراقية السورية لإحدى الفصائل التي تتبع الحشد الشعبي، وبالتالي كانت هي رسالة من الداخل العراقي قد تكون بتأثير ونفوذ إيراني واضح المعالم للولايات المتحدة الأمريكية عليها أيضا لا تتخطى حدود التوافق السلمي باتجاه تهدئة المنطقة وليس عملية التصعيد على العكس مما ذهبت إليه بعض الفصائل. القوات الأمريكية موجودة بهذه القواعد، وأيضا الممارسات الأخيرة التي قامت باستهداف فصائل الحشد الشعبي في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وأيضا الكثير من الممارسات السابقة، أعتقد أنه سوف تستمر بعض الفصائل المسلحة باستهداف هذه القواعد العسكرية، وبالتالي لا خيار أمام هذه القواعد أمام الجيش الأمريكي سوى الانسحاب والانصياع على قرار الحكومة والبرلمان، الحكومة السابقة طبعا والبرلمان، الذي نص وألزم الحكومة العراقية بضرورة خروج القوات الأجنبية، لأن وجود هذه القوات يشكل خطر على أمن واستقرار العراق. Thank you.